ازيكم البنات؟ كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ اليوم البنات باغا ندير المسمن ب معمر بالدجاج بالصدر تاع الدجاج والشحمه، وغنوريكم الطريقه كيفاش باش الحشوه مابقاش تخرج لكم من المسمن فاش تكونوا كتقرصوه. انا وجدت كلشي عندي هنا في المقله. عندي هنايا الدجاج، طريفات تاع الدجاج قطعتهم صغار مع الشحمه. عندي هنايا شويه تاع الهريسه، عندي هنايا الزيتون حتى هو قطعته، عندي هنايا فلفله، عندي هنايا شويه القزبور، عندي هنايا شويه تاع الملحه وشويه تاع العطريه، وعندي هنايا بصله وحده شلطتها مزيان. انا كلشي غادي نلوحو فوق البوطه يتشحر، وغنوريكم الطريقه ديالي كي كندير المسمن. البنات انا غادي نعجن المسمن. عندي هنا الدقيق البيض الفورص، درت فيه شويه تاع الملحه، عندي هنايا بيضه، غادي نعجن هاد العجينه مزيان. البنات من بعد ما دلكت العجينه مزيان غادي نغطيها وغنخليها ترتاح وغنصايب الحشوه. العجينه ديالتي البنات ها هي ارتاحت مزيان، انا غنديرها كويرات.
الحشوه ديالتي البنات من بعد ما طابت هي العجينه ديالتي هي، وانا غادي ندرس هنا الحشوه البنات. انا ما كنحطهاش الوسط هنا، انا كنحطها في الجنب هنايا ها بحال هكا. كنهزها البنات هكا ونقلب عليها هذا. نعاود معكم في الطاخه. الحشوة خاصة تحت الفوق هنايا ها. كنعاود نغطي عليها هذا هانتوما البنات فاش كنقرص ما كتخرج لياش كاع الحشوه ها نلوح هذا في المقلى الطيف. نعاود معكم البنات وحده اخرى باش تشوفوها بان الحشوه ما كتخرجش كاع من المسمنه.
هانتوما البنات، ها كتبقى المسمنه مجموعه، الحشوه كاع ما خارجه منها. صراحه الزيت ما كنكثرهاش في المقله، فاش كيطيب ما كنلوحش الزيت، ما كنرش المسمنه في الزيت بزاف، شويه وصافي في الاول، صافي ما تليتش كنعاود نزيد ليها. من بعد ما طاب المسمن ديالي ها هو كنتمنى منكم البنات انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم، وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم عطله سعيده.